مبروك تألقك في مسلسل طايع وشخصية الرئيس حربي قاتل أبطال المسلسل، شايفها إزاي وكواليس العمل بقى مع النجم عمرو يوسف جميع الأبطال في العمل؟ أنا استمتعت جدا والله في العمل ده، وسعدت جدا بالكاست اللي كان موجود وبالمخرج طبعا جدا الأستاذ هشام تحسين. أول تعامل مع الأستاذ رامي إمام، فرحت جدا بالتعامل مع عمرو يوسف. كل كاست العمل والله، حتى اللي كانوا بيعملوا أولادي في المسلسل مع أنهم ما شاء الله أكبر مني في الطول وفي الجسم وكده، بس كلهم كانوا بيقولوا لي يا بابا، يعني أثناء العمل وبعد العمل ما حد بيكلمني في التليفون بيقول لي يا أبوي عامل إيه وكده. يعني أستاذ عمرو، تعلقها في شخصية الصعيدي، الناس ربطتها بالفنان القدير ممدوح عبد العليم، شايفها إزاي؟ أجدتش هذه الشخصية باقتدار؟ الحمد لله الحمد لله. طبعا هو أنا عملت صعيدي قبل كده، عندي خلفية عن الكلام بالصعيدي أو الفلاحي أو كذا، يعني بعرف أتكلم كذا لهجة مصرية. الدور ده شخصيا يعني كان فيه مثير جدا لأي ممثل، استهواني جدا طبعا واستفزني جدا في حاجات معينة طبعا بتوجيهات المخرج والأستاذ عبد النبي اللي هو كان ماسك تصحيح اللهجة معنا في المسلسل، ساعدوني يعني أن أنا أطلع بالشكل ده الحمد لله. مسلسل الأموات، السوشيال ميديا بتقول على مسلسل طايع مسلسل الأموات، إيه كمية الدم اللي في المسلسل دي؟ دي مع المسلسل بيتكلم عن الطار، فالطار يعني لازم يبقى له تأثير ووجود، ولازم قد إيه أنت تكرهه كمتفرج عشان تاخد ضده موقف، فمش هيبقى عادي بقى ان الحلقات تعدي عادي، لازم الشخصيه اللي تحبها تموت عشان تحس. ما هو ده كان راي المؤلفين او هم كاتبين كده، يعني حببوك جدا في فواز وبعدين فواز يتقتل، وبعدين يحببوك في موجه وبعدين موجه تتقتل، يحببوك في ضاحي وبعدين ضاحي يتقتل وهكذا، فعشان يحسسك بمراره الطار او قد ايه الطار بياخد منك اعز ما لديك. المسلسل برضو كان بيناقش قضية تهريب الاثار او التنقيب على الاثار، شايفها ازاي وايه النصيحه اللي بتوجهها للناس اللي بتنقب على الاثار في بلدها؟ بس انا شايف انها طبعا ظاهره سلبيه حكايه تهريب الاثار، لان دي ثروه قوميه ودي حاجه تخص كل المصريين، مش حد لوحده ياخدها لحسابه الشخصي يعني، فبأدين كل من بيهرب الاثار ومن يساعده وكل اللي في الليله دي يعني. فنان القدير خالد الصاوي كان في تصريح معانا وقال عمرو عبد الجليل هو الوحيد اللي اجاد شخصيه الصعيدي في هذا موسم الدرامي، تقول له ايه من خلال فوشيا؟ اقول له اشكرك جدا يا استاذ، شهاده على راسي، ربنا يخليك يا خالد. الجديد بقى عند عمرو عبد الجليل، فيلم سوق الجمعه من اخراج المخرج القدير سامح عبد العزيز، هتقدم لنا دور المعلم سوق الجمعه، كواليس العمل ومين الابطال اللي هيكونوا معاه؟ بس مش معلم بجلابيه وكده، انا عامله ببنطلون وقميص عادي يعني، بس هو شخصيه مختلفه طبعا، في ملامح بسيطه من حربي بس مش زي حربي طبعا، الشخصيه بتميل الى الكوميديا اكتر من المأساة اللي كان فيها حربي. المسرح بقى في حياة عمرو عبد الجليل، الناس متشوقة ليك ان هم يشوفوك في المسرح، ايه سبب غيابك عن المسرح؟ هو غيابي عن المسرح، انا بحب المسرح جدا اساسا، لان انا اتربيت مسرح وخريج فنون مسرحية وبحب المسرح جدا، بس المسرح عايز تفرغ من نوع خاص يعني، ما ينفعش تبقى بتصور وعندك مسرح، ما ينفعش، فنفسي ابقى فضيله شوية كده اعرف اعمل مسرحية. بعض الانتقادات وجهت على السوشيال ميديا ان مفيش صعيدي بعيون ملونه، رايك انت ايه؟ هم كانوا بيتكلموا طبعا عن يعني النجم عمرو يوسف، رايك ايه في الموضوع العيون الملونه بالنسبه للصعايده؟ لا، في عيون ملونه كتير جدا في الصعايده، في ناس كتير وفي الفلاحين وفي اي حته يعني، وفي الاسره الواحده بتلاقي واحد ابيض واسود واحد بالالوان، فمفيش الكلام ده يعني.